نبدأ بقى النهاردة ونتكلم عن المباراة بالأمس ومصر والجزائر، وجزائر ومصر برضو إن صح التعبير. ماتش بجد كان في منتهى الرابعة، كان في منتهى الحماس، كان في روح حلوة قوي، سواء بنتكلم بأداء اللاعبين أو روح الجماهير. على فكرة دي نقطة برضو في غاية الأهمية إن أنا أتكلم عن الجماهير، فعلا كان أداء محترم من يعني المنتخبين بصراحة، سواء بنتكلم عن يعني المشجعين من مصر أو المشجعين من الجزائر، كان في رقي عالي جدا. ولو هنتكلم عن الماتش بجد، ماتش هايل بكل المقاييس، بالرغم ونحط كده تحت خطين بالرغم من تحفظنا بعض الشيء على التشكيل اللي بدأ بيه كيروش طبعا، لكن منتخبنا قدمه ماتش ولا أروع فعلا في الشوط الثاني تحديدا. وفكرة هنا خروج برضو أيمن أشرف وأحمد حجازي للإصابة، أكيد أكيد يعني بدون أي شك عمل صدمة عند الجهاز الفني، بس أثبتنا على الأرض الواقع بقى إن الموجود عندنا سداد، ودي كانت نقطة مهمة جدا بنتكلم فيها كتير قوي. وهل كيروش عنده البدائل اللي على استعداد كافي ووافي ان هي تنزل تسد مكان اي حد من الاساسي لو غاب او غيره؟ الاجابه كانت امبارح، ده حقيقي، وكانوا فعلا على قدر المسؤوليه. ماتش خلص تعادل، زي ما بقول لحضراتكم يعني هو فوز بطعم، او بنقدر نقول بطعم الفوز لمصر. لكم ان تتخيلوا كمان ان احنا متساويين كنا بالامس في كل حاجه، الانذارات اللي هي حسمت الصداره لمصر، ارتكاب طبعا لاعب الجزائر الخطا ده اللي كان في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع، وبياخد كمان انذار، تصبح هنا مصر في الصداره، وكمان اتحسب عليهم انذار زي ما حضراتكم تابعتوا خامس وسادس وطرد عشان نبقى هنا في الصداره بشكل رسمي، ونقابل بقى ان شاء الله الاردن في ربع النهائي يوم السبت القادم. ومره ثانيه مبروك للفراعنه، اداء نتائج وصداره المجموعه، حلو جدا ان انت كمان بتشارك هنا يعني في بطوله وبتقدم وجوه جديده واداء فعلا ولا اروع. و زي ما كنت بقول نقطة تانية نرجع نعيدها، فعلا عجبني جدا سيطرة كيروش على اللعيبة، وخاصة بعد ما بنتكلم عن تغييرين اضطراريين في بداية اللقاء بسبب الإصابة اللي قلناها لحضراتكم. وفكرة هنا كمان شخصية المدرب، يعني من فترة كنا عمالين نقول عايزين نحس بكيروش على الملعب، عايزين نحس بالأداء، عايزين نحس بسيطرته، بس كان امبارح فعلا شخصية المدرب يعني مسيطرة إلى حد كبير، بس لسه احنا مستنيين برضو بقى البطولة. يعني كويس ان احنا ماشيين كده، بس احنا عايزين البطولة.